هذا البرنامج برعاية عمار يوسف حمود. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبابك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذا البرنامج الرمضاني اليومي مائدة الخير. برنامج مائدة الخير برعاية الحاج عمار اليوسف، نتجول في شهر رمضان المبارك وفي هذه الأيام المباركات، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، نبحث عن العوائل الفقيرة والمتعففة ومن لا قوت عندها ولا مأوى، من أجل أن نوصل لهم رسالة المحبة ورسالة السلام. وأول الرسائل هي التكافل الاجتماعي، وأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نتجول في أحياء المدينة فابقوا معنا وحياكم الله. حياكم الله. لما تنتهي جولتنا يوم أمس أكملناها بجولة أخرى في حي من أحياء مدينة سامراء المباركة والطيب أهلها. الحقيقة الكثير من المهجرين إلى هذه المدينة، الكثير من النازحين إلى هذه المدينة، الكثير من المتجاوزين في هذه الأحياء. إنجاز لي أن أقول هذه الكلمة التجاوز، ولكن كما يقول الشاعر: إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هم مضطرون وجاءوا في هذه الأماكن من باب الاضطرار، لا سكن ولا مأوى. لكن دعونا نتعرف على ضيفنا الذي التقينا به يوم أمس. أجمل ترحيب يليق بالأستاذ صلاح. حياك الله أستاذ صلاح، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك في يوم الثاني في مدينة سامراء مدينة المعتصم. أهلا وسهلا ومرحبا في كادر قناة سامراء الفضائية. اللقاء الثاني معك وإلا هي إن شاء الله 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 إن شاء الله. صلاح، مع هذه الوجوه البراء الأطفال وهذه حقيقة البيوتات، إنجازت كلمة بيوتات وإلا هي هياكل في حقيقة الأمر. نشكر طبعا الحاج عمار اليوسف على مبادرته، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما عنده من نعمة يتقاسمها بينه وبين إخوانه من الناس. ويقول الإمام علي: الناس ثلاث صنفان، إما أخ لك في الإنسانية أو شريك أو نظير لك في الخلق. هذا حي 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 صلاح الدين في سامراء. الحي عبارة عن يعني حقيقة هي مو بيوت كما قلت حضرتك، وإنما هياكل يعني عجبا لهذا البلد، يعني تحته ثروة نفطية تكفي عدة بلدان، وهذا حال أهله، الجوع والفقر، ويعني معاناة ما مثلها معاناة نهائيا. أنت يمكن في أفريقيا ما لا نجد هذه الحال. بيوت 50 متر وعشرين متر وثلاثين متر، هياكل صعب إنه حتى يعني ما أعرف البشر يعيش بها، كيف البشر يعيش في هذا هكذا يعني أماكن سكن. نحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة المركزية وحكومة محافظة صلاح الدين. الآن هم مهددين بالإزالة، هم مهددين بالإزالة، في أي لحظة ممكن أن يزيلوها. نعم، إذا نتعرف على العوائل ونسلم عليهم. تفضل. يا الله السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ خلا نسلم عليك. سلام. مرحبا، شلونك؟ رمضان مبارك. استاذ صلاح اليوم ابن مدينة سامراء، برنامجنا مائدة الخير، البرنامج برعاية حج عمار اليوسف. أن تفقدكم ونشوف أحوالكم ونسلم عليكم. استاذ زميلنا، خلينا ندخل جوا شوية نشوف الأوضاع الأحوال. شلون وضعك؟ شلون أخبارك؟ تعال هنا. أنت أكيد من النازحين إلى مدينة سامراء. نعم. قبل النزوح وين كنت؟ جزيرة سامراء. وين؟
جزيرة سامرة. من جزيرة. إيه. لكنه الأحداث والأوضاع الأمنية. أيوه. خلتكم تلجؤون إلى المدينة. إيه. شلون وضعك ساكن يعني مع مين؟ والله أنا وأمي وولد أخوي هاي مفقود. أيوه. وهم هي أنا علي أم هذولا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة أستاذ صلاح يمكن هناك سلة غذائية بسيطة نتقاسمها سويا مع هذه العائلة إذا موجودة السلة. هاي هدية. هذه سلة غذائية بسيطة من باب. وهذه ملاعب للأطفال. وهذه أيضا هدايا بسيطة للأطفال. ويانا إن شاء الله على الفطور اليوم الساعة 6 حددنا المكان والموعد. حياك الله تجي تفطر ويانا هم يصير زاد وملح إن شاء الله بيناتنا. وإذا أكو معانات أو شيء هم حاضرين إحنا أي مشكلة نطرحها. رحمة الله عليكم. حياكم الله. قناة سامراء يعني قطعت هذه المسافات وإن كانت هي يعني من انبثقت من هذه المدينة، لكن أقصد إذا كان لديك حاجة عند زي عند أحد رسالة تحب توصلها عبر البرنامج مائدة الخير. والله سلامتك ما سلامتك ما عندي. إي والله والله مطالب إذا أريد لي من بسيط يعني ما المبردة هاي شيء احتياجات بسيطة إن شاء الله. عسى الله يسر الأمور. أمين. يفرج الكرب وإحنا راح نتفطر سوية في ضيافة قناة سامراء مائدة الخير والحقيقة في ضيافة الحاج عمار اليوسف يعني، لكن التغطية لقناة سامراء وانت سولف أكثر ولعل الله يوصل الرسائل. إذا أستاذ عمر كما ترى وتلاحظ راح نتواصل أيضا مع عائلة أخرى. نعم الحقيقة يا جماعة الخير يبدو أن هذا الحي والساكنين به يعني مو عائلة ولا عائلتين ولا يعني ولا إمكانية رجل واحد يستطيع أن يلبي طلبات واحتياجات كل هذا الحي بأكمله. يكاد يكون قرابة أكثر من 100 إلى 150 بيت. لا نعرف كم عدد أيتامه ولا عدد أرامله ولا عدد مطلقاته ولا عدد الناس المرضى فيه، فهو يحتاج إلى مؤسسات كبيرة. هذه المبادرة التي بادر بها حج عمار إنما هي يعني يعني لنقل أنها يعني ليرى الناس حجم المعاناة، حجم المعاناة الفقراء والمساكين، فجزاه الله خير كانت في ميزان حسناته. والحقيقة بيوتات متجاورة يعني متواصلين معاكم حتى يعلم المشاهد بأنه سنتجول في أحياء يعني في بيوتات عديدة ضمن هذا الحي وهذا النطاق. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك، يتقبل الطاعات، رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الأجر، رمضان شهر التكاتف، رمضان شهر المحبة، رمضان شهر الأمن والأمان إن شاء الله تعالى. إحنا برنامج مائدة الخير، البرنامج يهدف إلى يعني مبادرة حج عمار في شهر رمضان المبارك، وهي ليست المبادرة الأولى ولا الأخيرة إن شاء الله. هو صاحب مبادرات لكن برنامج يعني مائدة الخير برعاية الحاج عمار. سلة غذائية بسيطة أرجو أن تقبلها من عندنا، نتقاسم الخبزة والملحة معا، وعسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون فرج قريب. وهلا بخالة، هلا بخالة يسور البيت وعقالة، هلا بخالة تعالي تعالي على الكاميرا، تعالي هالوجه الزين حتى نشوف ايش. اي والله سلام ورحمة الله. شلونك يا خالة؟ رمضان مبارك. شلون وضعك انت صاحبة هذا البيت؟ ما شاء الله ما شاء الله تجاوز. ما يملكونكم يا الحكومة، ما يقولون هذه هدية. رحم الله والديهم. عندنا تامة والله الحمد لله، هذول عندي تامة ويمي بنتي هي وعائلتها، وزدمتي والله لا راتب ولا كل شيء عندنا، واحنا نازحين من جزيره سامره. ايش قد صار لكم هنا؟ صار لنا 5 سنين وهالساسه. مدارسكم، مستشفياتكم، كل شيء ما عندنا، حتى ولادنا بلا يجي ناس يجي قاعد تسوي لهم ام. يا سات. اي والله ولا راتب ولا منحه ولا ابد. ماذا تقولين للساده المسؤولين؟ مناشده من الصوت الحلو واللسان الحلو. رحم الله والديهم، ان شاء الله يساعدون. يعطيك صحة وعافية إن شاء الله أنت والبرامج الجيت علينا. رحم الله والديكم. تفرج إن شاء الله هذه الأزمة بإذن الله، وأستاذ صلاح راح يوجه لكم دعوة من أجل الفطور. أنت تجينا على الفطور إن شاء الله، مكان اللي حددت لكم إياه هدى قالت لك عليه، تجينا شرفنا إن شاء الله بالستة نفطر ويصير بينات إن شاء الله زاد وملح إن شاء الله. حياك الله. بارك الله. تجينا إن شاء الله وياك 2 من الشباب، أخوتك ولدك. نعم لعب الأطفال انطيتوهم لعب الأطفال وصلتكم هاي إن شاء الله يعني يكبرون وكل واحد على ما تأتيه الهدية. السلام عليكم. هلا بالسلام، حياك الله. والله رجال مريض تعبان. انت تعرف على حضرتك. انا شاكر محمود احمد سلمان سامرائي. انت سامرائي اذا؟ ايه؟ هذا اول سامرائي نلتقي به، حياك الله. انت من غلمان الباب. اي والله من الساده. ايوه. على البيت. سمعنا مناشدتك. مريض وداشكي من المرض، وثاني شيء حالتي الماديه ضعيفه.
ساكن هين؟ اي ساكن هين. احنا يعني انمون على حج عمار، وايضا ان شاء الله بكت نلتقي على المائده سويا حتى نلتقي بمائده الخير تفطر معانا، وهناك حتى ايضا يصير لقاء ونسجل اسمك، ولعل الله عز وجل يعني لاهل الفرج واهل المواقف الطيبه انه ينظرون بحالتك، وايضا رساله توجهها الى الحكومه المركزيه والمحليه البرنامج الى والله انا والله اشكر الحكومه، اشكر الاذاعه واشكر الحكومه يا الله. لكن اريد منهم، اريد منهم مقرون بطلب، اريد منهم يساعدونا بالعلاج وبالطب. نعم. إذن من حي صلاح الدين إلى من يهمه الأمر في الحكومة المحلية والحكومة المركزية وصناع القرار أهل الحل والعقد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الرعية وأنتم تشاهدون المساكن وتشاهدون الأطفال، لا مستشفيات لا مدارس لا جناسي أصلا، يكاد يكونوا يعني ليست من الطبقة حتى الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لربما هم حتى من الدرجة الرابعة. فإن شاء الله تصل المناشدة وإحنا راح نتفطر شوية. تمام إن شاء الله بستة المغرب تشرفنا إن شاء الله الحضور، حضور إفطار معنا حتى يصير بيناتنا زاد وملح ان شاء الله. ان شاء الله ولكل حادث هم يدليك الاخ هنا يدليك هنا شويه الجوع من صالحنا وش قد تعطش من صالحنا حتى هناك انت تفطر شويه. حياك الله تشوف. الله حيهم، الله حيهم، حياكم الله مع هذه الوجوه الطيبه حقيقه، الناس التي أسأل الله أن يفتح لها أبواب السماء مباشرة، وحتما الله عز وجل يسمع ويرى، وهو الذي قال في قرآنه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أستاذ صلاح خلينا نتواصل أيضا مع عوائلنا وناسنا الطيبين حقيقة، واللي فعلا على وجوهها ألف تساؤل وتساؤل، لكن في نفس الوقت ألف براءة وبراءة. متواصلين معكم، وعدنا عائلة أيضا عراقية من عوائلنا الكريمة. السلام عليكم، شلون الصحة؟ رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. لك هذه الدار المباركة ما شاء الله ما شاء الله. يقول الشاعر: رغيف وخبز واحد تأكله في عافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية في غرفة نظيفة نفسك فيها هانية، خير من الساعات في ظل القصور العالية. ليش تعقب حامية؟ إن الإنسان إذا يحمد الله على السراء والضراء حتما سيكتبها الله من الفائزين. أم منو؟ ما شاء الله، اللهم صل على المصطفى. أنت مصطفى؟ مصطفى شلونك؟ تعال جاي على الكاميرا. بأي صف؟ بالخامس. ما شاء الله، ما إيش عندك من الحفظ؟ إيش عندك من التلاوة؟ إيش عندك؟ حافظ شيء من القرآن؟ سورة الفاتحة، قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. شلونك بالدراسه؟ ايه يلا ايه. وطني اجمل وطن ما بين الاوطان، من مثلك حضاره واجمل ملك. والله وطني ملك بين الاوطان. يا سلام، كل عاش وانت الوطن واحلى. يا سلام يا سلام. هذا يسكن في غرفة يعني مثل ما راح تشوفونها بالتصوير، وما عنده وطن ولا عنده سكن. حقيقة ما عندنا وطن، أنا مسؤولة على ثلاث أطفال حقيقة. هذا ابني الله يسلمك حقيقة، أنا يعني صدق من أهل سامرة، بس ما أمتلك أي حق من حقوق هاي الدولة، لا راتب لا رعاية لا شانينة بشي، مجرد بس أطفالي بالمدارس. هذا بيت ما تجاوز تحملت فيه أنا لحد الآن مطلوبة عليا، كان بأنصى هذا البيت وغرقنا وفضنا فاضطرينا نعمره لحد ما أنا الله وكيلك مطلوبة عليه. زين، لا راتب لا رعاية لا معين، شغلنا بالبيت أنا وهذا الطفل، هذا يشتغل بالعلوة وأنا أشتغل هنا بالبيت على الصوف وعلى الخبز، سبيل ما نمدي إيدينا ويدري بينا أستاذ صلاح. زين، ناشدت ما خليت مسؤول ما ناشدته، بس أريد رعاية، أريد رعاية، أنا زوجي معاق وزوجة ثانية، زين، وأريد رعاية، مجرد رعاية تحمينا ونمد يدينا ونمشي الطريقة الغلط لا أكثر ولا أقل. الحمد لله شكل نمتلك سقف مهدد، ما ندري بيا دقيقة يقولون يلا ارحلوا، ما عندنا مكانية صراحة اللي تعيننا، ولا عندنا مكانية اللي ندفع بيها إيجار. الله وكيلك الإنترنت، نحاول نجمع هذول الأطفال، هذا ابني يشتغل دي يجمع الإنترنت الخطر الدراسة. أكثر من هذا والوجوه الطيبة هالي شوفوها نتمنى وصول رسالتنا، وأتمنى أتواجه ويا أستاذ عمار. تمام، هذا مطلب سهل. هذه سلة غذائية بسيطة نتقاسم بها الخبزة والملحة معا،
وهذه هدية أيضا لهذا الفتى الموهوب ما شاء الله مصطفى. وأما قضية المقابلة معه فهذا إن شاء الله حاضرين، إن شاء الله إن شاء الله نسجل لك مقابلة وحاضرين إن شاء الله وتدللين. أيضا المناشد بإذن الله ستأخذ بها الأمر سامر الله وسيأخذ بها من الله. مريض راجع بالبغداد صراحة، صار لنا 3 شهور ما نقدر نراجع حقيقة، يعني ما نقدر تكاليف بغداد والرحى والجاية كل شيء يعني صعبة ما نقدر نروح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفطور الله وكيلك على المساعدات اللي تيجي هنا، ان حصلنا حصلنا، استحمدنا ربنا شكرنا، واحنا مستحمدين الله شاكري على كل حال. ان حصل وان ما حصلنا رجعنا تقوتنا باللي موجود وصبرنا. مصطفى انت راح تجي استاذ صلاح؟ انا ما اقدر اخلي لازم حتى ان شاء الله اليوم يجي تجينا يجينا مصطفى وياه، اذا اكو عمه خاله اي واحد وياه ويا اخر مثل ما بلغتكم يجينا على الفطار في نفس المكان اللي حددناه، والجاية والروح على حسابنا راح تكون متواصل باذن الله. النقل النقل تفرج 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 ان شاء الله تعالى تفرج. لا 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 ايش يقول الشاعر؟ يقول يقول سنة ضيجة علينا وسنة تاسع، وكل شدة على الطيبين تاسع. الطيبين الله الله يوسعها عليهم إن شاء الله، وانت من الطيبين، وانت من الطيبين بإذن الله. ألا أن ألا أن ألا أن نصر الله قريب إن شاء الله، فرج الله قريب ورحمة الله قريب من المحسنين في هذا الشهر الفضيل. هي خريجة معهد معلمين ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يكون للي عنده واسطة واللي عنده فلوس يشتري درجة تعيين، وهي قاعدة هنا تشتغل خبز حتى تعيش ابنها وتعيش روحها. يعني حقيقة هذا المرأة العراقية قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من قدور الغير ما أكلوا، لا يأكلون من قدور الغير مهما كانت يعني ضيق العيش، وعندهم عزة نفس كبيرة جدا. جزاك الله خير على هذه الكلمات حقيقة اللي هي يعني حرقة من القلب، وإن شاء الله تصل عبر هذه الشاشة عن طريق قناة سامراء الفضائية، وإن شاء الله الحاج عمار بن يوسف يسمع ويرى حتما هذه المناشدة، وإن شاء الله ما راح يقصرون أهل الخير بإذن الله. يجرينا باكر احنا نموت بس هذول أطفالنا يعني وين يروحون إن شاء الله، يعني وين يروحون لا عطر بعد عروس حقيقة، لكنه خلاص نتواصل بإذن الله. ملتقانا على الفطور في مائدة الخير اللي يتكفل بها الحاج عمار، وحياكم الله. إذن إلى عائلة أخرى، إلى بيت من بيوتات العرب الكريمة الأصيلة، نتعرف عليهم. أي والله أكو باب. يا الله بسم الله، السلام عليكم، رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. ما شاء الله رمضان شهر الصبر والأجر والمغفرة. القوة خالة شلونك؟ الله يعافيك بعد قلبك. رمضان مبارك، شلون أخبارك؟ إن شاء الله زينة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العنده هالسبحة هذه، والعنده هالمكان النظيف هذا، والعنده هالمعزفة الزينة هذه، ماذا يريد؟ إيه والله ماذا يريد؟ إيه والله. إحنا برنامج مائدة الخير، معانا استاذ صلاح بن مدينة سامراء، البرنامج برعاية اي والله بارك الله بيك والنعم، هذا الترحاب العراقي اللي احنا ندور له ونريده. برنامج مائدة الخير برعاية حج عمار اليوسف، يمكن عنده سلة غذائية بسيطة يحب انه نتقاسم الخبزة والملحة معا. اي والله سلة بسيطة. اي والله وهذه لعب للأطفال للبنات ما شاء الله. تعالي تعالي ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك؟ فاطمة. سبع بنات. فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وألا نلتقي إن شاء الله، نتواصل معاكم بإذن الله. ومصطفى أنت تجي يجيب لنا جدتك. إيه والله وراح ينطونك العنوان الشباب. وهذه سلة غذائية بسيطة حقيقة بادر بها الحاج عمار بن يوسف أبو ياسر. رحم الله والديكم، والله يسعد أيامكم إن شاء الله بجاه الرسول محمد. بالقرآن الكريم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أستاذ صلاح الحقيقة يعني اليوم يختلف عن بقية الأيام، ربما فيها الكثير من المآسي، لكن يعني حقيقة اللي ينطينا دافع أكثر هو هذا الأمل في عيون تلك الأطفال، هو هذا البريق اللي في 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 وجوههم على رغم التعب في على كاهل النساء والبادي على وجوههن، لكن المرأة العراقية
التحمل وصبرها شديد. خلينا نتعرف على عائلة من عوائلنا الكريمة، هنسلم عليهم. يا الله، السلام عليكم، شلون الصحة؟ رمضان مبارك. هذا مسكنك؟ اي والله عندي جهالي تامة، ثلاث جهال. اي والله حالتي ضعيفة وما عندي كل شيء يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. لا عندي راتب ولا عندي غرض، كل شيء يعني ما عندي. شلون قاعد تنقضي الايام والليالي؟ بأمر الله. والله شو اسوي؟ على الله عايشة. بأمر الله بأمر الله بأمر الله. عسى الله ييسر الامور وعسى الله يفرج الكرب ان شاء الله. تمام. احنا يعني هدية بسيطة حقيقة من الحاج عمار بن يوسف، برنامجنا اسمه مائدة الخير. هذا البرنامج برعاية حاج عمار، نتقاسم الخبزة والملحة معا. ايش قد رخيص الخبز لمن تشتريه، او ايش قد رخيص الملح لمن تشتريه، ومن يغزر يصير اغلى من الذهب. لعلها تخفف شيء من المأساة، وان شاء الله تجمعنا لقاءات اخرى. نروح نسلم على خالتي. عندي احد يجي للفطور الدزينو حتى على الاقل ياخذ فطور الكمة او شيء، راح يعطونك العنوان ان شاء الله. ليكم على العنوان بس انت تشرفونا حتى تفطرون ويانا، وان شاء الله يصير بيناتنا زاد وملح. ابواب الخير مفتوحة وأبواب المحبة مفتوحة أيضا، ونتعرف على هذه العائلة ونقول السلام عليكم. شلونك يا خالة؟ الله يسلمك، الله يعافيك. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله بالبركة والخير. كيف؟ الحمد لله. من أي العمام؟ والله أبو بدري. أبو بدري. أي والله، وهاي حالتنا تعبانة وشوف. أبو بدري بعد هم نازحة. أي والله نازحة، بس ما عنده لا راتب ولا كل شيء. ابني هم مريض، عنده واحد، عنده 5 بنوات هي يعني. اي والله وزلمه كبير ما يشتغل. اي والله قال يعني نسقي حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير. اي والله. هل من رساله وجهينها للحكومه للناس؟ والله يعني سجلت الرعاء ما جاي يطلع لي راتب انا. اي والله. هناك سله غذائيه مقدمه من الحاج عمار بن يوسف، نتقاسم الخبزه والملحه معا. سله بسيطه هي حقيقه، لكن لعلها تغطي جزء من التكاليف والمصاريف، ونتواصل إن شاء الله. برنامج مائدة الخير، برنامج برعاية الحاج عمار اليوسف أبو ياسر، وأبو ياسر وإخوانه ما يقصرون إن شاء الله تعالى، وكل الخيرين ما يقصرون، لأن مائدة الخير دعوة لكل الخيرين أن يمدوا يد الخير والمساعدة إلى إخوانهم العراقيين. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. رمضان مبارك، شهر الصبر، شهر الإيمان، شهر القرآن، شهر المحبة إن شاء الله. صح المادة اليوم صعبة والسوق يعني علقان، لكن تفرج إن شاء الله، مو هكذا؟ إحنا برنامج مائدة الخير برعاية حج عمار اليوسف. إذن على التغذية هناك سلة مقدمة من حج عمار اليوسف، نتقاسم بها الخبزة والملحة معا، وهذه لعب للأطفال. إيه والله يتسلون بها. ووجه لهم أستاذ صلاح دعوة أيضا للفطور. تجون إن شاء الله اليوم للفطور، نشرف فيكم حتى صير إن شاء الله بيناتنا زاد وملح إن شاء الله. حياكم الله، تجين انتهم تشرفينا ويا أم مصطفى تعالي، حياك الله. وهل متواصلين بإذن الله تعالى، مستمرين معاكم في تغطية العوائل. هلا بخالة، هلا بخالة يسور البيت وعقالة، هلا بخالة الله حيهم. أيضا هذه سلة بسيطة خالتي، سلة بسيطة إن شاء الله من حج عمار، مبادرة بسيطة، وإحنا برنامج مائدة الخير وإن شاء الله نتواصل، وعسى الله أن يفرج الكرب، عسى الله أن يفرج الكرب. إيه والله. إذن بهذه الجولة التي كنا بها في هذا الحي، حي صلاح الدين أو أي حي كان من سامراء، مع هذه العوائل الفقيرة حقيقة في وضعها، ولكنها الغنية بإبائها، الغنية بصبرها، الغنية بعطائها، الغنية بكبريائها. إن شاء الله تعالى قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم، لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. سنلتقي وإياكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مائدة الخير برعاية حج عمار، وإن شاء الله تفرج ونسمع أخبار هذه الوجوه الطيبة من النازحين من المهجرين، وقد أغناها الله عز وجل، وأصبح كل واحد يعني بيت ملك وسيارة ملك، والله سبحانه وتعالى يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وفي القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس. حتى نذهب إلى مائدة الإفطار لأنه ما بقى إلا الوقت القليل يا أستاذ صلاح، نترك هذه الأحياء في أمان الله ورعايته وحفظه، وإن شاء الله تفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا أستاذ صلاح إلى مائدة الخير إن شاء الله. الله حيهم.
إذا بعد أن رفع آذان المغرب لهذا اليوم المبارك ندعو إخواننا هنا في هذه المدينة المقدسة مدينة سامراء أخواننا الصائمين حتى نذهب إلى مائدة الخير على المائدة حتى نفطر سوية. الله حيهم الله حيهم الله حيهم الله حيهم حياكم على مائدة الخير يلا حيهم. اي والله دعاء الصائم مستجاب دعاء الصائم مستجاب. الله حيهم الله حيهم الله حيهم يلا يلا بسم الله يلا شباب وثبت الأجر إن شاء الله حتى نلتقي في مائدة أخرى غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.